قل هو الله أحد. يعني يا أيها النبي قل لمن سألك عني من المشركين واليهود والنصارى الله الواحد الأحد في ذاته وجماله وكماله وفي صفاته وقدرته وإرادته ومشيئته لا شريك له لا في نسبه ولا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ربنا تبارك وتعالى. نعم أهل البدع يا أخوان أهل البدع ليش يعني انصرفوا عن القرآن والسنة؟ مثلا مثل الأبطرية والبطرية والجرودية والجبرية والقاديانية والجولقية. لماذا هؤلاء كلهم رافضين؟ فلما سألوا أحمد الجولقي هذا رافضي قالوا له يا أحمد لما كيف سألوا المشركين محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء سألوه قالوا يا أحمد أوصف لنا ربك كيف ربك؟ أيش قال تعرفوا؟ قال الله من لحم وعظم ودم سبحانه وتعالى ما يقول علوا كبيرا. يا أحمد إيه نعم قال من لحم وعظم ودم وازداد على ذلك فقال الله مثلي مثلك. الله أكبر. ليش إجوا لعاد الفكر؟ لأنه إيش سووا تأويل تعطيل تشبيه تمثيل تكييف ووصل إلى إذا هالأمر يعني عطلوا وأولوا على مزاجهم هذه البضع اللي ذكرناها ومنهم الدرزية كما أخبرنا العلماء بالتفسير. نعم لابد يعني نحن إيش أن ندقق على القرآن والسنة كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. نعم هنا قلنا الله أحد. ما معنى الله؟ الله هو الإله والإله هو المعبود. لما نسأل بعض الإخوة بتقول لهم ما معنى الإله؟ بيقول لك الإله الخالق. لك يا حبيبي الإله ليس الخالق بل الإله معبود. الخالق يشمل توحيد الربوبية ولكن الإله يشمل توحيد الألوهية. يعني صفات الرب كثيرة. الرب الخالق الرازق الخالق المصور المكون كل هؤلاء صفات الرب ولكن الإله هو المعبود ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. يعني إذا سألوك ما معنى الإله قول لا معبود بحق إلا الله والخالق يشمل الربوبية وهو الرب تبارك وتعالى. نعم في ناس يشركون بالألوهية يعبدون الله على جهل ويشركون على جهل. يعبدون الله على جهل ويشركون على جهل. مثلا في واحد لما سألته كان عم يستعين من أموات بروعة التربة ولهون لهون ويا أولياء الله كذا وكذا يشرك بربه تبارك وتعالى. قلت له يا خاي لأنه كلمته أنا كثير مرة واثنين وثلاثة لخاي قلت له ما بجوز له لا تطلب إلا من الله ولا تتوكل إلا على الله اطلب من ربك الذي خلقك تبارك وتعالى. قال أنت جاهل جاهل كلمتني مرة واثنين وثلاثة وأربعة لك حاجتك. قال قلت له يا حبيبي أنت عم تشرك بربك تبارك وتعالى أنت عم تعبد ربك على الفاضي. قال كيف يعني؟ قال أنت بتعرف أحسن من شيخي. قلت له خاي ما بعرف أحسن من شيخك. شيخك بيعرف أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين ايش قال بتعرف؟ قال الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا قلت هلا بجيب له حديث. قلت له ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا تضايقتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور. قلت له يرحم امك هذا حديث موضوع لا اصل له في السنه. قال رو تبيعي خيار وبندورة هيك. قال انت الله يهديك وراح. وفي مره حكيت معه قال لي اذا بتضل هيك بدي كفرك وطلع لبرا. بعدين سكت وهيك. يعني شوفوا عم يعبد ربه بيصلي وبصوم بيعبد وبيشرك بربه تبارك وتعالى. والله ربنا تبارك وتعالى ما بيتقبل اي عمل منه. ليش بتعرفوه؟ لانه اشرك بربه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. من هم يا ربي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بزكي وبصوم وبحج ولكن بيشرك بربه وربك تبارك وتعالى فيجعلهم هباء منثورا.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يقول ربنا تبارك وتعالى. خلاصة، لا بد أن نعبد ربنا كما أمرنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الصمد، وهكذا في خطبة الثالثة نكمل سورة الإخلاص إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا.